مين اللي بيسمع الجلسات بتاعتكم؟ اهله. اهلا منين؟ اهلي. ليه اهل؟ اه طبعا. ليه ناس قويين؟ جدا جدا. في ناس ما تستمعش غير النمين يعني. في بلد الناس حسن المالكي افراحهم ما فيش كف. وبعد كده دراو في السابق بقى كان فنها الاول النمين. النمين ليه ترتيب يعني، جلسه النمين دي ليها مرتبه ترتيب. الصلاه على النبي، وبعدين مدح في الذات الالهيه، وبعدين برد السلام، السلام على اللي قاعدين، وبعد كده الحكمه. الحكمه دي من الموضوع اللي انا هقوله في اللي اخترت اتكلم عنه في النمين. وبعد كده عاد غزل زي ما هو بقى يختار مع الموضوع ثاني. ما اعرفش ليه يعني جاني حكايه جر النمين دي كانها جر الشكل. لا يعني اللي هو انا ايه، بجيب جر شكل اللي قدامي، المنافس اللي قدامي، بديله بيت. لا واخد بالك، وهو مطالب انه يقول من نفس البحر بنفس القافيه في نفس الموضوع. نعم مش كده؟ ففي تحديات، في هجوم يعني، ممكن نهاجم بعض احيانا. بيحصل. انما مين مختلفين يعني، على سبيل المثال كان في فرح صلاح العمده كنا عاملين جلسه نمين. فحصل اختلاف بين المرحوم ابو درويش وحسن عبد الرحمن. كده بدا هجاء بقى. ففي هجاء وفي مدح وفي وصف وفي غزل وفيها غنوه اسمها الغنوه اليتيمه. اليتيم اللي هو الغنايه الثاني مثلا ما يقدرش خلاص، هو عند هنا ووقف مثلا، ما يعني يصعبها على الغنايه الثاني مثلا، ما ينفعش يتكلم وراه، على طول ما يعرفش يغني بعديها مثلا. جبت انت غنوه يتيمه قبل كده في جلسه نمين؟ لا انا ما جبتش. فيها اقول لك بقى غنوه يعني، فيها غنوه للشاعر حسن عبد الرحمن زي كده. الشاعر حسن عبد الرحمن ده من اشهر ناس كتبوا نميم او قالوا نميم. الف النميم. الف النميم هو الوحيد اللي لسه معاصرنا لحد دلوقتي زي كده. فبقول في بحر المعايش قدفوا الناس عامه، سبحان الكريم العاطي في انعامه، سبحانه رازق المبصرين رزق المبصرين، سبحانه واللي تعامه والشاق الخشم غدير على اطعامه. الله الله الله، سبحانه. فهي غنوه يتيمه، فهو اللي شاق خشم اي شيء غدير على اطعامه. ليه دايما بسمع حد جنبك عنده حبابك؟ ابشر. دي بقى لغه التشجيع يعني. انت قلت كويس، انت تمام. انت تمام كده. طب ولو حب يقول له انت مش كويس؟ مش هيقول له ابشر، مش هيسكت. اسكت خالص، ما عندوش كلام. لا ما فيش حاجه خلاص. ليل يا ليل، وليل يا ليل، انا والله ليل يا ليل. سلام يا عبد الله. وليل شفت التين طرح الغلاب الجنة يا ابشر يا عبد الله. شفت التين طرح الغلاب الجنة يا، قالت يا صلاح الموصفين وانظر إلى وجنايا. هل الشاعر لازم يبقى دارس ولا ممكن يبقى راجل فطري عادي؟ أبو حسن كان بيكسر حجر. بيكسر حجر؟ أيوه. أبو حسن فنان وشاعر. الطبيعة ما توحيش بشاعر، لكن شاعر. الطبيعة قصدك الشكل انت؟ لا يعني طبيعة حياته. طبيعة عمله. انت راجل شغال في الصخر بتكسر صخر. ده بالعكس، ده يوحي بخيب شاعر لشاعر. لا على حسب، يعني على حسب صغرك الشاعر والفنان برضو. انتوا شخصيا بترتجلوا ولا بتكرروا القديم؟ لا احنا مش نمامين. انتوا بتنقلوا الفن ده؟ احنا بنوصل جسر بس. من اللي حصل، من اللي اتقال للاجيال الجديده، من ضمن يعني كان من شعرائنا المعاصرين برضو عليه رحمه الله زين العابدين عبد الرحمن وحسن. يعني ديل يعتبروا الاقطاب. ولما كان موجود زين وحسن كنا بنستفاد. كانت الاقطاب تضرب في بعض واحنا المتلقين يعني.